سؤال مهم جدا لازم حد يجاوبني عليه، هو ايه اللي بيحصل اليومين دول على السوشيال ميديا؟ يعني انا عارفه ان احنا دايما دايما بنتكلم في ان في ترندز وفي حاجات، بس ايه اللي بيحصل في السوشيال ميديا؟ كم المواضيع اللي احنا عايزين نفتحها معاكم على السوشيال ميديا غير طبيعيه، رهيبه، كل الناس بتتكلم على كل الناس، كل الناس بتتخانق مع كل الناس، في حاجه غلط في الجو انا مش فاهمه في ايه. هنبتديها باكتر حاجه لفتت نظرنا، الست الجميله او الزوجه الجميله اللي قررت ان هي تكتب رساله اعتذار لجوزها في العجمي. قوم الست الجميله دي بدل ما تقول له بحبك يا حبيبي، اسفه يا حبيبي، لا 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 لا، كان زمان الشباب بيعملوا الكلام ده، كان تو ذا بوينت، يعني الاعتذار والسين بينهم فبتقضي. لكن الست دي قررت انها تعمل ايه؟ قررت انها تكتب عريضه وكلها كلام خارج وكلها ايحاءات غير لائقه ل ال 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 الشارع العام اللي محطوط فيه الاعلان او الاعتذار، واقول لك ولا بلاش لحسن الناس مش عارفه ايه واعمل ايه اصلا. واتقلب الحديث من ان ست قررت انها تعتذر بطريقه غير لائقه من وجهه نظرنا لجوزها، لان ايه المسخره اللي بتحصل في الشارع دي؟ مش ممكن للدرجه دي، وكل ده كل ده علشان نطلع ترند، واحنا طبعا حققنا لهم الهدف اللي احنا اتكلمنا عليهم للاسف. ما هو يا جماعة الترند السلبي سيء جدا. ما هو الراجل اللي بيقتل بشكل بشع أو بجريمة يعني فريدة من نوعها أو غريبة من نوعها، ما هو بيطلع ترند. بس ما في حاجة اسمها الترند السلبي. اه طبعا هو ترند سلبي جدا، بس يعني الشهرة السلبية. بس هو احنا محتاجين نشوف يعني ايه. انا الستات هما الرجاله دايما اللي كانوا بيكتبوا اللافتات الاعتذار او طلب الجواز او اي حاجه، كنا بنعديها ان دول مثلا شباب صغيرين بيقلدوا بره. تعدي. لكن اللي هو ان انا ابقى زوجه وبكتب غزل واعتذار وكلام دي العريضه كتير. على فكره اللي الست كتبتها حاجه يعني احنا قربنا ومش مش هينفع ان احنا نقولها اصلا، مش هينفع ان احنا لا هو نقراها. هو كلام شيء مش لائق لا يقال. بس هي الفكره، هي ليه الناس بقت بتعمل كده؟ هي ليه الناس يعني بقت على المشاع كده؟ يعني ازاي؟ عارفه يا سهير، هم ردا على سؤالك، انا بحس ان من كتر ما احنا اتعودنا على اخلاق السوشيال ميديا ان اي حد عايز يكتب اي بوست يكتبه، بقت الموضوع اتحول من سوشيال ميديا للحياه الحقيقيه من غير ما ناخد بالنا ان ده كتير. يعني اللي بيحصل في السوشيال ميديا ماشي، يعني ده حد يشوفه حد ما يشوفوش، لكن انك انت تنزله في الشارع بنفس طريقه واسلوب وحوار وطريقه الكلام بوست على السوشيال ميديا غير لائق تماما، الحي شاله بعد ساعتين. ايوه تمام. بس هو سواء في الشارع سواء على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ده شارع اكبر بس عام اكتر، او يعني حاجه اقدر احدد اشوف ايه أكتر. وما اشوفش ايه. لا وبتشوفي غصب الشارع عنك، كل الناس ماشيه غصب عنها لازم هتلفت نظرها. في كل الاحوال ده بيقول حاجه مهمه جدا، ان احنا في زمن اللقطه. ايوه ان احنا شو فقط، يعني حاجه من فوق الوش، حاجه عايزه تدور على شهره، حاجه عايزه تدور على لقطه، لا في عمق ولا في حقيقه ولا في حق ولا في قيم ولا في اي حاجه. يعني بجد هو دي الخطوره، ان الحاجات دي بتكشف ولو هي المعاني بالزبط. او القيم اللي ما بقتش موجوده. لو كلمنا على زوجة العجمي، هي من العجمي، لو قلنا هي نيتها خير، هي عايزه تعتذر لجوزها، واتساب يا حلو اكتبي العريضه دي على واتساب وابعتي له معاها بوسه وشفايف لا وقلوب ورقص اكتبي له اكتبي له جواب وحطيه في بوكس وابعتي له هديه حلوه مع الجواب. يا ستي لو احنا هنقول يا ستي لو انا عايزه اكتب مش عايزه اكتب، قولي 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 ابعتي له واتساب. لكن ايه الهدف بتاع ان انت تكتبي له وتعملي له ورقه اعلان في الشارع؟ ده مش لغرض انك تصالحي جوزك، هو الغرض ان انت عايزه تبقي ست مشهوره وتلفتي النظر. ما هي مش عايزه، لان هي لا هي ولا كتبت اسمها ولا كتبت اسم بس جوزها. ما هي دي القصه. لا مين ما هو اكيد في المنطقه ما مش يعني احنا بغض النظر يعني. لا هي ليه اللقطه؟ يعني اقول لك على حاجه، بكره الزمن بكره تقولي مفيده قالت الست دي، بعد ما هتلاقي نفسها بقت كل الناس بتتكلموا عن الموضوع، هتعمل فيديو على السوشيال ميديا وهتطلع وتقول انا ما كانش قصدي ودي حياتي الشخصيه واحنا كنا متخانقين وتصالحنا. هيجي حد من المواقع يعمل معاها حوار وليه والكلمات والبتاع، فبقت مشهوره في 5 ثواني.
انا ده انطباعي، وبكره قيام يا منها جماعة وبكره بقول لكم. الشهرة السلبية دي زي فعل مشين، فعل غير أخلاقي، فما تفرحوش بالقصة دي. انت كده يعني كان حد مشي عريان في الشارع، بالظبط. فانت وانت عريان في الشارع واتشهرت، دي حاجة كويسة؟